قولي يا دلعتي. سلام عليكم. عليكم السلام. انت بتشتغل هنا؟ انا ساعي مكتب حسين بيه. طب كويس، اهلا وسهلا، تشرفنا. انا عايزه اقابل حسين بيه. اهو اللي هناك ده مكتب حسين بيه، بس عشان تقابليه لازم تعدي الاول على مديره مكتبه الست منى. الله، جرايه ذوق. انا جاي العب لعبه حوريني يا كيكا ولا داخله المطار؟ جرايه حبيبي، انا جاي اقابل حسين بيه. ما هو كمان الباب مقفول، بيتفتح من جوه. انا لا يمنع اللي جوه، ما انا جايه للي جوه. لا، ده لازم بقى عن طريق حسين بيه نفسه بقى. يعني اخبط على الباب وهو يفتح لي؟ تخبطي ايه؟ هو حسين بيه بجلاله قدره هيقوم ويسيب شغله عشان يقابلك انت؟ عندك صباعك ده اطحهولك، انا هيخرم عيني، ده خرم عينك. اقف بقى واتكلم عدل يا جدع. انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ لا ما اعرفش بكلم مين. لا اعرف بقى انت بتكلم مين. انا جمالات، انا بتاعت الفريكيكو، انا اللي بتخطف الكحل من العين. عرفت انا مين يا حبيبي؟ يلا سكه وطريق، ودينا عرض قفاك، خليني انا امشي. يلا. سلام عليكم يا ذوق. عليكم السلام ورحمه وبركاته. هاتي ايدك يا اختي، سلمي عليها، خديها تاني. اموري، عايزه اقابل حسين بيه. نقول له مين حضرتك؟ انا جمالات. الله، انت مش فاكراني ولا ايه؟ يا اختي سلامت الشوف، ما عرفتنيش. بصي، وانا حاسه ان انا قعدت مع حضرتك قبل كده، صح؟ انت مش فاكراني؟ انا جمالات. الله، اللي كانت دلعاد اخوكي قاعد بياكل معاها عيش وملح، نسيتيني بسرعه كده؟ احنا فرقة حسن كفتة. اهلا، ازاي حضرتك؟ طب اتفضلي استريحي واقفة ليه؟ يزيد فضلك، ان شاء الله ما تحرم منك. بقولك ايه يا حبيبتي، انا عايزة اقابل حسين بيه. حضرتك عايزة في ايه؟ لا ده هو اللي عايزني، وبعدين دي اسرار. حضرتك ما تقلقيش، انا مديرة مكتبه وبنته في نفس الوقت. يا نهار ابيض، مديرة مكتبه وبنته؟ وايه اللي مشحططك في الشحططه دي؟ وماسكه الورق والقلم ليه وعملت معايا في عينيك؟ لا حضرتك فهمتي غلط خالص، انا اللي حابه ده، انا اللي عايزه اشتغل. بس اللي زيك لازم يقعدوا في البيت معززين مكرمين، والناس اللي عندهم هم اللي يشتغلوا لهم. هو حضرتك تعرفي بابي منين؟ ازاي يا حبيبتي، ده كان عندي وبيتفرج علينا، هو اللي قال لي تعالي. بابي؟ ايوه بابي. ايه مالك اتخضيتي قوي كده؟ وانا بقول لك ابوك لا سمح الله ولا اشتتن اشتوت؟ لا حضرتك فهمتيني غلط، انا ما اقصدش، انا بس عايزه اقول لك ان بابي ما بيحبش الحاجات دي. نعم، مين ده اللي ما بيحبش الحاجات دي؟ هو في حد في الدنيا ما يحبش الفن؟ ده الفن جميل، تعالي انت وتفرجي، ده احنا عندنا هنا في الجراب يا حاوي، ده انت تيجي تنبسطي قوي، وبعدين عاملين شويه دعايه للدلعاده ابوكي ما حدش يحلم بيهم. قلتي لي بقى. طب ثانيه واحده. ايه يا بابي، في واحدة هنا اسمها جمالات عايزة تقابل حضرتك، من الفرقة اللي هم عاملين حاجة الدعاية. طيب، هو بيقول لحضرتك ان هو مش فاضي. نعم يا اختي، يعني ايه مش فاضي؟ وانا اللي كنت قلت له جاية لك؟ ما هو اللي قال لي تعالي، ولا كلام الليل مدون عليه زبدة يطلع عليه النار يسيح. احضر. ايه اللي بيحصل هنا؟ تمام يا فندم، حاجة وهيبة بتعلم موسى الرقص. نعم، بتعلم موسى ايه؟ الرقص. ليه ان شاء الله؟ هنقلب الزنزانة كبريه ولا ايه؟ ده الزفت ده. ما اقدرش الا لما اخد اذن من حاجة وهيبة. انت بتقولي ايه يا مذنبة انت؟ انا الوحيد اللي ادي الاذن هنا. افتحي، بقول لك دوقي على الزفت ده، خليه مفتاحه. يقعد وشك. في ايه يا فندم؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ اهلا يا حضرة الظابط، انت جاي تتفرج؟ تتفرج على ايه؟ يا هانم، احنا هنا في سجن مش في كباريه. قدوم، قلت ايه يا حضرة الظابط؟ بقول احنا هنا في سجن مش في كباريه، اقولها لك تاني، يعني نظام والتزام، مش تسايب ومسخره. اخس 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 بقى، انا بقول لك اهلا وسهلا وتفضل، تقوم ترميني بكلام زي الدبش؟ معلش يا حاجه، مش قصده. قصدي ولا مش قصدي، انا ما برميش كلام زي الدبش، ومعروف عني ان انا ما بغلطش في حد، انا بتكلم من منطلق شغلي وواجبي. احب افهمك إذا كنت يعني مش فاهم، إن الرقص ده في القصور وعند الناس الراقية، ولا الظاهر أنت ما شفتش ناس بترقص قبل كده؟ ورأيك أنت إيه بقى في الموضوع ده؟ أنا رأيي باردون، يعني إنك خرجت عن أصول الذوق واللياقة. هو من الأصول إن المساجين ترقص جوه السجن، ويغيروا هدوم السجن بالمنظر ده. أهو، يبقوا اتعلموا حاجة، مش أحسن ما يخرجوا من هنا مجرمين؟ على رأيك، ونعمل بار وفي شوية مزة
يعني لزوم كده السكر والعربدة ويبقى مولد. اسمع انت كلامك مش عاجبني، وبعدين انت معطلنا عن شغلنا، انت بقالك هنا شهرين ولسه معرفتش النظام هنا. انا نظام ده انا نظام، انا معرفش غير نظام واحد بس هنا في السجن ده. نظامي انا مش نظام كنتو. قسم من بالله العظيم لكون عامل تقرير مفصل عن كل المسخره اللي انت بتعمليها هنا في السجن، وهقدمه للوزير بنفسي. تحب مليك اللي هتكتبه يا باشا؟ تعال خد واجبك. اما احنا قليلات الذوق ما قدمناش حاجه تشرب. يلا يا بت يلا نشوف شغلنا. معلش يا حاجه مش قادره. ايه زعلت علشان قلت له الكلمتين دول قدامك؟ ما قالش حاجه غلط، ده شغله. يعني احنا اللي غلطنا؟ احنا قاعدين قافلين بابنا علينا وكافين خيرنا شرنا. ايه بت هو كل ما يجي الضابط ده ترخرخي قدامه كده ليه؟ انت ايه حكايتك؟ حسين الشواربي بيعمل دعايه في كل مكان في الدايره. ده مش كده وبس يا فندم، ده كمان احتكر نشاط فرقه استعراضيه للدعايه دي لدرجه انه بيدخل الناس مجانا. هي فعلا فكره ممتازه، بس مش عارف ليه انا عندي ايمان ان احنا مش محتاجين النوع ده من الدعايه. الناس فعلا عارفانا وعارفه مين هو حسين الشواربي ومين سيد لاشين. الناس يا فندم هتنتخب اللي يديهم فلوس. يعني انت عايز تقول ان المرشحين اللي ما معهمش فلوس مش هينجحوا في الانتخابات؟ انا بصراحه ضد الراي ده، وشايف ان المواطن المصري اذكى بكتير من المرشح اللي بيحاول يستغل صوته. يعني جايز جدا ياخدوا فلوس من حسين الشواربي وما ينتخبوهوش. امال ينتخب مين؟ ينتخب الشخص اللي واثق انه هيفيده في المستقبل. الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي الناس عايشه في حاله من الياس. ياس من ايه يا كمال؟ ياس من ان الوضع الحالي او بمعنى اصح النظام الحالي مش هيسمح لاي حد انه يعمل حاجه كويسه، واذا سمح يبقى لازم تكون تبع الحزب بتاعهم. كل ده كلام له اعتباره، وغالبا هو ده اللي بيحصل. لكن اذا كان الناس فقدوا الامل والياس مال انفسهم، فيبقى المفروض احنا دورنا ان احنا نصحيهم. حتى لو خسرنا برضه هنبقى كسبنا شرف المحمد. ايه اللي موقفك هنا؟ جمالات سعاده البيه، ايه لحقتي تنساني؟ انا بتاعت الفريكيك، انا اللي بخطف الكحل من العين. خدامتك جمالات. لا لا لا، هو تقولي خدامتك دي؟ ازيك يا جمالات؟ انا كويسه طول ما انت كويس. انا جيت لحضرتك من كام يوم كده المكتب وقابلت الدلعادي النبح حارسها وصينها. الدلعادي بنتك. اه عارف. بتعرفي تقري يا جمالات؟ طبعا يا سعادة البيت، اقرا واكتب واعمل كل حاجة، ده انا عفريتة. بكرة زي دلوقتي تجيلي في العنوان ده. ده انا اجيلك على رموش عينيا. هو يا حد يشوف الكارت ده معاكي؟ يشوفه؟ خلاص اطمن، دخل في الست اشهر. الجدع بقى مد ايده على الست اشهر، ان شاء الله ما حدش هيطلع الا انت. كده اهو. هزعل منك قوي لو اتأخرتي. لا إن شاء الله قبل الميعاد هكون عندك. باي باي يا حلوة. مال عمر فين؟ طلع فوق يا بابا. هو بيجي من بره، يطلع على أوضته على طول وما نشوفوش غير تاني يوم. بيرجع تعبان يا سميحة. اه والله يا مامي، عمر بيتعب قوي في الشغل. ها وهو عامل معاك ايه؟ يعني بصراحة بقى أنا مش عارفة أقول إيه. يعني إيه مش عارفة تقولي إيه؟ هو مش رجع ورجله فوق رقبته زي ما قال ابوكي؟ وانا بقى مش هرتاح غير لما اخد عمر واطلع بره مصر دي خالص. بسيطه يا حبيبتي، انا عاوز افتح مكتب في اسبانيا، هخلي عمر هو اللي يمسكه. واسافر معايا يا بابي؟ طبعا، امال هسيبك هنا علشان تربي لنا الجنان؟ ما بلاش احتطل بنتك يا عبد. لا والنبي يا مامي، ده فكره حلوه قوي، انا عايزه ابقى مع عمر لوحدينا. ايه ده؟ مش عاجبك تقعدي في وسطينا؟ في وسط امك وابوكي؟ انا بقى بصراحه خايفه على عمر من قعدته هنا في مصر. ليه ان شاء الله؟ هيخطفوه. اصل هو قال لي ان هو كان بيحب واحده تانية قبل ما يتجوزني. ايه ده؟ ازاي يقولك كده؟ يا ستي كل شاب بيبقى له علاقات قبل الجواز وبينساها بعد الجواز. الظاهر يا بابي ان هو ما نسيهاش. ومين دي بقى؟ نعرفها؟ لا، شفتها عنده لما رحت ازوره في المستشفى. واحده كده بتشتغل في الموالد. يا نهار اسود، موالد؟ انت بتقولي ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مها؟ الله، عمر ولد عاقل. أكيد دي واحدة كانت بتشتغل عندهم، ولما عرفت إنه عيان راحت تزوره في المستشفى. لا والله يا بابي، كل الكلام اللي بقوله حضرتك ده مظبوط. بتقولي إنه لسه بيفكر فيها؟ أيوه. الحقني يا عبده. الحقك أنت كمان، أنت هتصدقي القبلة دي؟
امال اتجوز بنتك ليه؟ ساب ابوك عاش معانا هنا ليه؟ نفذ كل اللي طلبناه منه ليه؟ انا بتكلم بجد يا بابي، ده حتى كان عايز يتجوزها. يا نهار اسود، يتجوز واحده بتاعت موالد؟ دي الوقعه السودا اللي وقعنا فيها دي. يا سميحه، انت هتصدقي الكلام اللي بتقوله بنتك؟ طب ما اتجوزهاش ليه؟ مش عارفه بقى، انا دلوقتي خايفه ان هو يعرف ان انا مش حامل ويطلقني. يا ريت، هو ده اللي انا عاوزاه، بس مش هو اللي يقولها، احنا اللي نقولها. ايه يا عصور، في حاجه؟ كله تمام. واذا ان كله تمام، ما عاد الشقه. برافو عليك يا عصفور، فكرتني. انا عندي ميعاد مهم قوي في مصر. لا يا باشا، ما ينفعش، ميعاد الشقه النهارده اهم. اسمع يا عصفور، انا عايزك تنزل في سوق تشتري موبايل محترم. هتروح الشقه هتفتح لك واحده ست تدي لها الموبايل ده، وبديلها نمره التليفون الخاصه بتاعت البي اي بي عشان تبقى تتصل بيا. تحت امرك يا باشا. اي أيوة امر تانيه؟ اه، ابعت لي نمره الخط اللي انت هتشتريه لها.